السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم مشترياتي الجديدة اللي شريت البيت الناس. طبعا غادي نبدأ إن شاء الله الأشغال فيه كما وعدتكم. أول حاجة غادي نوريكم المشتريات لأن باش تعرفوا وتاخدوا فكرة على الأثمنة وعلى أشنو بغيت ندير. عاد إن شاء الله الفيديو القادم غادي نبدأ في الطيدوري، يعني هو الأول لأن هو اللي وجد لي الخشب ديالو، ومن بعد إن شاء الله غادي ندوز باش نوريكم المجار اللي غادي يكونوا تحت الناموسية كيفاش غادي يكونوا. وهذا الشيء طبعا غادي نوريكم كما وعدتكم البيت قابله، وان شاء الله باش تشوفوا الاشغال معايا. عاد من بعد غادي تشوفوا الجوله النهائيه في الغرفه. بالنسبه لهاد المشتريات طبعا راه خديتهم من ايكيا. كما كتعرفوا انا دائما كنتقدم من ايكيا، علاش؟ لان هي الوحيده اللي كتجيني شويه قريبه كازا لداخل ما كندخلو وشريها، يعني ما كنقدرش نسوق فيها، لكن ايكيا بما انها جايه على لوتوروت يعني كنقدر انني نمشي ليها. من بين المشتريات اللي شريت انا غندوز نوريكم حاجه بحاجه، وغادي نخليكم الاثمنه يا اما في الفيديو يا اما غادي تلقاوهم في صندوق الوصف. اول حاجه غادي نبدا بها البنات وهي هاد الغطاء ديال السرير كما كتلاحظوا، هذا هو الشكل ديالو. انا علاش اختاريت الكارو؟ لانه دارج على الموضه، يعني عجبني بزاف هذا الكارو هذا. وصراحه اول مره نختار البلو مارين، لان البلو مارين من الانواع ديال الالوان اللي انا لا احبها، يعني ما كيعجبنيش البلو مارين، لكن هذه المره زعمت يعني نديرو من باب التغيير، لهذا انا اختاريت هذا الغطاء ديال السرير بهذا الشكل هذا. طبعا فيه وسادتين يعني ما فيش بزاف ديال الوسيد، لهذا خديت جوج ديال الوسيد اخرين. انا غنوريهم لكم، هما هادو يعني خديتهم في اللون يعني البلو مارين باش تزيدوا نحطهم مع هادو، يكونوا عندي اربعه ديال الوسيد. هذاك علاش يعني كنت باغا ناخذ البيج، لكن ما لقيتش هذا اللون في البيج، اختاريت البلو مارين. وكذلك الغطاء ديال السرير اللي كيكون في الاسفل هو هذا، خديته بالبلو مارين، لان كما قلت لكم هذا الغطاء السرير والوسادات ما كاينش لون البيج، كاين الابيض، وصراحه انا ما بغيتش ندير الابيض، لهذا فضلت انني ندير البلو مارين. الاثمنه غادي تلقاوهم البنات كما قلت لكم مع الفيديو، او غادي تلقاوهم في صندوق الوصف. بالنسبه للريدو انا خديت البلو مارين حتى هو. طبعا البيج ما عرفتش علاش ما كاينش هذاك اللون البيج، ما لقيتوش، لكن خديت هذا البلو مارين هذا. هما الصراحه مكلفين شويه، لكن ما عنديش البديل لان غادي ناخذ نفس الالوان. بالنسبه لهذا انا خديته وغادي ندير ان شاء الله معاه في التحت ديالو الابيض حاليا على ما نلقى البيج، لان ضروري غادي ندير جوج. كما كتلاحظوا راه رقاق الشكل ديالهم، رقيق هما كتلاحظوا راهم رقاق. انا ما عنديش مشكل في بيت الناس لان عندي ليفولي، يعني ماشي مشكل. بغيت تكون الاضاءه يعني فاش يكون الواحد حل السراج بالنهار وداكشي تكون الاضاءه تدخل للبيت مزيان، داكشي علاش فضلت انني ندير هادو اللي كيكونوا شفاف، يعني شفافين يعني ترونسبارون. بالنسبه لهاد الفاز عجبني بزاف لانه بالبلو مارين، كما قلت لكم انا كنضرب ثاني غير في البلو مارين. عجبني لانه كيتستخدم فاز، وممكن انكم تقلبوه وتردوه يعني شمعدان هكا وتكون فيه شميعه. انا عجبني هذا الستيل هذا بزاف، هذاك الشيء علاش خديته. خديت مع هاد الوريدات حتى نشوف واش ممكن انني نزيدهم في البيت يكونوا، او نستخدمهم في اعمال يدويه ماشي مشكل. كما كتعرفوا هاد الوريدات هادو الثمن ديالهم يعني رخيص. بالنسبه لهاد الساعه هادي هي غنحلها فتحها، الساعه انا كنبغيها ضروري تكون حدايا على حسب يعني باش نفيق ريم تمشي للمدرسه. الشكل ديالها عجبني لان ما وقفاش، يعني اغلبيه كنطيح انا الساعه، وبما انني غادي ندير واحد الشكل لاصق في الطيدولي اللي غادي يكون هما واحد جنيبات خارجي، غادي تشوفوه معايا ان شاء الله. داكشي علاش خديت هاد الساعه هادي، عجبني الشكل ديالها. الحجر شتي ما شريتهمش، كتخدم بالحجر. المهم هادي عجبتني الشكل ديالها. بالنسبه للطابلويات هادو خديتهم حتى هما، غادي نديرهم فوق واحد لاكومود. خديت جوج طابلويات هما،
وخديت معهم هاد الورقات هادو اللي غادي يكونوا لداخل ديالهم يعني ديال الكادر. خليت هادو المشكيلات اللي فيهم، ما بغيتش ندير تصاور ديالنا او شي حاجه، لهذا اختاريت شي رسومات بحال هكا باش نديرهم ان شاء الله في هاد الطابلويات. هادشي كله غادي تشوفوه ان شاء الله فاش غادي نستوه في البيت. بالنسبه لهادو شنو هما، هادو كيتداروا في يعني الرجلين، في الرجلين ديال السرير يعني الناموسيه. انا خديتهم حاجه اخرى، انا غنوريكم لاش خديتهم، لانها هما رجيلات اللي غادي ندير. رجيلات هادو فين غنديرهم؟ بالنسبه لهاد الرجيلات هادو فين غادي نديرهم، انا بغيت نديرهم في واحد لا كوموض، هي ارخص وحده في ايكيا، عجبتني بالخشب البوا ماسيف، زوينه زوينه بزاف لان هي شويه حانيه نازله للارض، هذاك علاش اختاريت انني ندير لها هاد الرجلين. وغادي نصبغها ان شاء الله باللون الابيض باش تجيو داكشي زوين. غادي تتابعوا معايا نشوفوا ان شاء الله كيفين غادي نديروها وكيفاش غادي يعني نزينوها باش ما تبقاش يعني كومود خشبيه عاديه، هي باقا في الكرتونه. بالنسبه لهاد الطابلو هذا بغيت نديرو فوق من هاد لا كومود هادي ان شاء الله، وندير فيها مرايا او طابلو او لوحه، المهم مازال ما قررتش شنو غادي ندير فيها ان شاء الله. وغادي تجي كما قلت لكم لان هذيك لا كومود غادي نصبغها بالابيض، وغادي تجي هذا غادي يجي فوق منها. المهم انتم غادي تتابعوا معايا ان شاء الله كيفاش غادي نديروا لهذا الشيء. بالنسبه لهذا طبعا عندي واحد من قبل راكم ديجا شفتوه كان في الصالون، وبما انني غيرت هذا عجبني الستيل ديالو، زدت واحد اخر. علاش؟ لان غادي نديرو فيه المرايات، غندير فيه المرايات باش يجي فوق من طيت دولي يعني الراس الناموسيه، الراس ديال السرير خاصو يكون فيه شي شكل. يعني انا فضلت ما نديرش لوحات او ندير ديك السيبورا ونحط فيها اشياء، فضلت انني ندير شيء مختلف اللي هو هذا عمر بالمرايا، يعني يكونوا فيه المرايات. كان عندي واحد ودابا انا زدت الاخر ان شاء الله باش نديرهم بجوجهم، ومازال غتشوفوا كما قلت لكم كيفاش غادي يجي هذا الشيء. بالنسبه لا كومود هي هذه، غادي تشوفوا ان شاء الله كيفاش غادي نحلوها وكيفاش غادي نركبوها. كما كتشوفوا لا كومود هي هذه، لكن غادي نزيد لها دوك الرجيلات البيض وغادي تصبغ. انا عجبتني حيت ضروري تكون عندي في بيت النعاس، عندي بزاف ديال الحويجات اللي خصهم يتستفوا في دي تيغوار يعني في الجوارير، لهذا فضلت انني ناخذ كومود ونزيد نزين عليها، عوض انني ناخذ كومود كبيره وغاليه. الصراحه غادي تجي مكلفه، هاد الستيل هذا غادي تجيكم رخيصه وفي نفس الوقت يعني ستيل منفرد. بالنسبه لهذه ديال اللمبه انا خديتها غادي نديرها حتى هي في بيت النعاس. بالنسبه لهاد الفناره هادي كانت عاجباني من شحال هادي الصراحه، ودابا الحمد لله كتب لي انني نشريها وغادي نوضعها فوق ديك لا كومود يعني باش نزينو بيت النعاس. اما بالنسبه لهاد الزريبيات هادو يعني عجبوني بزاف لانهم الى عقلتوا على بوشرويط، كنقولوا له بوشرويط هو هذا. انا عجبوني بزاف لانهم جايين شويه بلديين، وعجبوني لان فيهم البلو مارين، هما الوحيدين اللي لقيت فيهم البلو مارين ولقيت فيهم الباجي، يعني غادي يجوني موالمين للفراش ديالي يعني الديكوراسيون اللي عندي في بيت الناس. وطبعا هما مصنوعين يدويا، عجبوني بزاف 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 صراحه. كنت باغا نوريكم ان شاء الله كيفاش غنصاوبهم، راه عندي الفكره ديالهم، تتح لي الفرصه غادي نوريكم الطريقه باش غنصوبهم ان شاء الله. هذا بالنسبه للمشتريات. باقي حاجه واحده هو الباب، يعني زدت واحد الباب بالنسبه للماريو، مثلا غادي نعطيكم شروحات عليه بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا بحال هذاك الماريو ديالي، لان بزاف البنات كانوا عطاوني تعليق علاش خليتيه محلول. يعني كاينه امكانيه انكم تسدوه الا بغيتو تسدوه، انا زدت باب واحد اخر اللي انا بغيت نسد حتى لتحت. من بعد اللي بغى ياخذ بحال هذاك راه ممكن يزيد البيبان، هذا هو لافونتاج ديال ايكيا، انكم كديروا الموبل ديالكم على الطريقه ديالكم وعلى الشكل اللي كيريحكم. المهم انتم مازال غتتابعوا معايا ان شاء الله، نخليكم دابا ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم اللي غادي نوريكم فيه الطريقه باش غنصاوبو طيت دولي او يعني الراس ديال السرير. غادي نوريكم كيفاش غنصاوبوه، كيفاش غادي نديكوريوه، باش الفيديو ان شاء الله المقبل الاخر اللي من موراه غادي نوريكم كيفاش غادي نصاوبو يعني الجوارير او المجار اللي كيكونوا تحت من الناموسيه، ونصبغوا الناموسيه
وان شاء الله ندوزو نستفو هذا الشيء ونحاول ما امكن نشوف واش نقدر الا كان عندي الامكانيه انني باش ندير واحد الديكوراسيون في الحيط، يعني شي حاجه اللي نجبد بها هذا البلوماري ان شاء الله اللي كاين في عندي في الفراش باش يجيني البيت يعني موالب. يلا نخليكم دابا، وما تنساوش دائما الا كتعجبكم القناه ديالي تشتركوا فيها وتضغطوا على الجرس باش تفعلوه ويوصلكم الجديد ديالي. وما تنساوش كذلك الا كنتو من المحبين ديالي انا شخصيا وديال الاعمال ديالي، التحقوا بيا في التطبيق ديال لوبس، لان بزاف البنات التحقوا بيا كنتعرفوا كنضحكوا كنخدموا كنطيبوا اي حاجه كنديروها اونصومبل. يلا التحقوا بيا ان شاء الله ويعني تعرفوا عليا اكثر. نخليكم دابا ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. بسلام عليكم.